انطلقت في بيت لحم دورة عيد قلب يسوع الأقدس التي ابتدأت بعد القداس الاحتفالي الذي ترأسه المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في القدس، حيث ابتدأت المسيرة من كنيسة قلب يسوع الأقدس وصولاً إلى كنيسة القديسة كاترينا الرعوية للاتين في بيت لحم بحضور جماهيري واسع من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. يا يسوع المتواضع القلب، اجعل قلبي مثل قلبك. انطلقت مسيرة التطواف التقليدية السنوية بالقربان الأقدس الذي حمل تحت المظلة من قبل المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتيني في القدس، والتي ابتدأت من كنيسة السليزيان مروراً بشوارع بيت لحم القديمة وشارع بولس السادس، مروراً من كنيسة السريان وكنيسة سانتا كاترينا وكنيسة الروم الملكيين، حيث قرعت أجراس الكنائس إجلالاً للقربان المقدس. وبرفقة عدد كبير من الأباء الأجلاء والرهبان والراهبات، تقدمها الصليب المقدس والمبخرة وحملة الأعلام والمجموعات الكشفية والفرقة الموسيقية التابعة لمجموعة كشافة السليزيان السادسة والجوقات وجماعة المؤمنين. وكان قد سبق التطواف قداس احتفالي ترأسه المطران الشوملي بمشاركة لفيف من الأباء السليزيان ورئيس الدير الأب لورنس ساجوتو وعدد كبير من الكهنة من مختلف الكنائس، وبحضور نادر رحيل نائب رئيس بلدية بيت لحم ورؤساء وممثلي الكنائس والرهبان والراهبات والمؤسسات، وبحضور القائد خليل فرهود عضو المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة الفلسطيني مفوضي مفوضية بيت لحم، والقائدة عايدة بابون المفوضية الإرشادية عضو المكتب التنفيذي، والرواد والقادة الكشفيين والأفراد والجوقة التي أحيت القداس. هذه دورة تقليدية صحيح في شوارع بيت لحم، ربنا بيقدس الزمان والمكان، يعني محل ما مشينا بالقربان تباركت الأزقة والشوارع والبشر اللي كانوا يصلوا على جوانب الطريق. صحيح احنا عادة نسجد للمسيح داخل الكنيسة، اليوم العالم كله، الأرض كلها، الخدمات العامة كلها سجدت معنا وكرمت المسيح الحاضر بشكل خاص مميز أسراري في هذا السر العظيم، سر القربان الأقدس. احنا نشكر الأباء السليزيان اللي منذ عشرات السنين ينظمون هذا الاحتفال مع الكشاف والجوقة وفعاليات بيت لحم ورعية بيت لحم، وفعلا هو يوم ننتظره من أيام السنة، وكان في مشاركة كبيرة من أبناء رعية القديسة كاترينا في بيت لحم. كل عام والجميع بألف خير.
في هذا اليوم المقدس في عيد قلب يسوع الأقدس. منحب نشكر سيادة المطران ويليام الشومالي على ترأسه لهذا القداس وعلى هذه الاحتفالية المميزة. نشكر كل المجموعات الكشفية، كل السلطات المحلية وكل المؤسسات والناس اللي شاركت في هاي المناسبة المقدسة. الاحتفال اليوم كان احتفال مهيب، شارك فيه عدد كبير من أهالي مدينة بيت لحم. طبعا فرقة عزف مجموعة كشافة السليزيان أبدعت في معزوفات الدينية الخاصة بالدورة. وبعد إعطاء البركة الختامية اختتم القداس بمعزوفات من فرقة السليزيان، كما وجرى حفل استقبال في مسرح دون بوسكو لتبادل التهاني بهذا العيد المقدس. هذا الاحتفال يعني الكثير بإيماننا المسيحي، لأنه عيد الرحمة، عيد المحبة، عيد التسامح والإخاء. ومن هذا المكان المبارك من مدرسة السليزيان نتوجه بالتحية إلى مؤسسة الإعلام نور سات، ممثلة بمراسلتها في بيت لحم مارلين الحدوي، إلى الأهل والأحبة في الأردن الشقيق، القلب النابض للضفة الغربية فلسطين الحبيبة. فكل عام والجميع بألف ألف خير وسلام. نشكر الجميع اللي اشتركوا اليوم في هذه الاحتفال الكبير بحضور سيدنا ويليام شومالي، وكان طبعا هذه الاحتفال كتير ناجح، واتمنى يكون عن جد بين اليوم يوم السلام ويوم كمان عدل في بلادنا. وشكرا للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة السليزيان بيت لحم.